بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر اللجنه المنظمه اللي نظمت هذا الدوري المصغر، كنشكر جميع اللعابه اللي كانوا سبب في هذه النتيجه هذه ديال النهايه. ربحنا ان شاء الله بتفوق، وكنشكروا جميع الناس اللي حضروا معنا، الاعمال الاجتماعيه ديال الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، الناس، الكاتب العام، رئيس اللجنه المنظمه، وكنقدم هذا الفوز للسيد المدير حتى هو سبب في الانجاح الدوري حتى هو، وكنخلي الكلمه للسي مراد حتى هو قائد الفريق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا كنبغي نشكر اللجنه المنظمه على هذا التنظيم هذا الجيد، وكنبغي نشكر اللاعبين اللي داروا مجهودات جبار باش فزنا بهذا الدوري ان شاء الله وباقي الدوريات اخرى ان شاء الله. شكرا. إطار الإنجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، والذي تلاه استقبال ملكي لأمهات المنتخب الوطني المغربي، استقبال ملكي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ارتأت والذكرى وتخليدا للذكرى 79 المطالبة بوثيقة الاستقلال، ارتأت جمعية نهضة الرياضية التازية لكرة القدم تنظيم دوري في كرة القدم المصغرة لفائدة 8 فرق ممثلة من طرف المصالح الإدارية، وأخص بالذكر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، عمالة إقليم تازة، الوكالة المستقلة للماء ألف، والوكالة المستقلة للماء باء، البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك التجاري وفا بنك. إذن أطوار الدوري في الفترة كانت ما بين 11 ولا 12 فبراير إلى غاية 18/3/2023، يعني 18/3/2023 هناك المقابلة النهائية اللي كتجمع ما بين الوكالة المستقلة للماء ألف ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح الشرب قطاع الماء.